صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير. أقتل جواك الحسرة، أطرد أفكارك منكسرة، وزع ريضتنا صواني. صباح الخير، خلونا نوزع كل صواني المحبة، صواني الخير لكل أهلنا اللي تضرروا جراء السيول والأمطار والفيضانات. تتمنى أن ربنا يلطف إن شاء الله بالوطن وبالعباد. إذن صباح نرسل من خلاله الأمل مجددا لكل أهلنا في كل مكان عبر امتداد ربوع وطننا الحبيب، وهي دعوة صباحية من خلال صباحاتنا الندية لكل الخيرين، لكل منظمات المجتمع المدني، لكل الأهل والأحباب داخل وخارج السودان، أن يمدوا يد العون لكل أهلنا الذين تضرروا في الأيام السابقة. زي ما عارفين أن السودان هو الآن منطقة كوارث وحالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بما نعني حالة الكوارث أنه تكرس كل مجهودات الدولة لخدمة أهلنا الذين تضرروا جراء السيول والأمطار. إذن صباح نبعث من خلاله الأمل مجددا، وصباح أيضا نعزي فيه أنفسنا وكل الأمة السودانية. يعني من فكرك يا حبيب فقدنا أجمل حبيب ملا حديقة الغناء السوداني بكثير جدا من الأغنيات الجميلة اللي ظلت راسخة في وجدان الشعب السوداني. الرحمة للدكتور سير دوليب، وكمان تعازينا لأسرته، تعازينا لمحبيه. إذا نرسم معكم صورة الشروق الصباحية بكلماته اللي ظلت راسخة في وجداننا بصوت إنسان فرح. مين فكرك يا حبيب، مين هداك إليا؟ ترحي قرب طيب جددت تاني علي.
فكرك يا حبيب مين الهداك إليّ.